الحكم عدل وأمان. إنها قصة السلطان اسمها فتنة الزمان. لتكون حكمة عظيمة أراد لقلبها أن يموت، نصبوا لها مكيدا إما السلطنة أو يقود. نحن ليش ناطرين لهلأ؟ يلا خلونا نمشي. إلتونيا، سمو الأميرة حاولي أنه ما تفقدي شجاعتك، ما رح يصيبك شي بنوب. أنا موجود. ألتونيا، ألتونيا، ما كان لازم انسى كل الحكي اللي قلت لي. غشوني، هنن ضحكوا علي وعملوا هالشي اللي يقتلوني. اكيد هنن عم يعملوا هاي المؤامرة ليخلصوا مني. هنن سمموني، أحطوا لي سم بالمي. تعرف أنا مبسوطة كتير لأني على القليلة شفتك قبل ما موت ألتونيا. عن جد أنا هلأ مبسوطة، بس انت لازم توعدني ألتونيا انه بعد ما اموت انت رح تدير بالك على عيلتي وتساعدهم بكل شي بيحتاجوه. انتبه على اختي وعلى ياسر وعلى ابي كمان وعلى ستي. وعدني انك رح تنتبه عليهم ألتونيا، وعدني بهالشي، وعدني بهالشي. Thank you.
التونيا عتمة، ما عم شوف أي شيء، صار عتمة، عيوني ما عم شوف فيهم، كل شيء هلا صار مغبش مغبش كتير. التونيا التونيا انت عملته مشاني ما؟ مستحيل يكون في هدية أحلى وأغلى من هاي الهدية بكل العالم. جلالة السلطان، حضرتهم من باتيندا. شو صار لك التونيا؟ انت منيح؟ من اين اجتك هالسعلة؟ انا بعتذر يا سلطان، بصراحة فجأة حسيت بشوية وجع بحلقي ولهيك بلشت اسعل. عكلهن اللي بدي اقلك يا انه نحن فينا نبني قناة بباتيندا. ولهيك عملت هالمجسم المصغر. مولاي بالقرب من باتيندا في نهر اسمه جاكر، ونحن عم نفكر منه نجر المي للقناة. هي القناة رح تبلش من هون ورح تكون تقريبا بطول 20 ميل. بطول 20 ميل؟ حسب المعلومات اللي عندي، لما القناة بتكون طويلة المي بالأخير رح تجف مثل ما بظن. والشغلة الثانية، هي المي رح تجيب وتحمل معها رمل، ووقتها الرمل رح يحول الأراضي من أراضي خصبة لأراضي قاحلة. أنتوا فكرتوا بالموضوع التونيا؟ وكمان لقينا حل جلالة السلطان، رح نبني حد بكل 5 أمتار من هالقناة، ورح نعمل حواجز حوالين زوايا الأربعة، وهيك برأيي بيزيد تدفق المي، وهالتدفق بيساعدنا تضل ماشي المي. هذا الحكي حلو كتير، أنا حبيته بصراحة، أنا عجبتني هاي الفكرة. شكرا جلالتك. معناها نحن عن قريب كتير رح نبلش بالحفر وتحت إشرافك. فيكن تنصرفوا.
مولاي انت لهلأ ما اكلت ولا لقمة من الصبح، بتحب اقدم لك الاكل؟ بعتقد قلت لك انه ما في داعي لحتى اكل. بعتذر على تدخلي يا سلطان، بس ليش انت ما اكلت لهلأ؟ ليش؟ صدقني ألتونيا ما عندي جواب لهالسؤال. حاسس مو جاي على بالي إني أكل، وهلأ إذا بتريد ممكن إنك تروح لأني حابب ضل لحالي. حاضر سلطان. إيه صحيح، الفكرة اللي انت قدمتها مشان هي القناة عجبتني كتير. عن جد شكرا، شكرا كتير إلك. أنا بدي أطلب منك طلب يا سلطانة. بتمنى منك تحكي مع السلطان وتطلبي منه ياكل، لأنه إذا هو ما أكل ما فيه يعمل شي بنوب، وصحته برأيي رح تتدهور أكتر. ما بعرف ليش السلطان ما عم ياكل، أكيد رح أحكي معه. أنت ما تشغل بالك، رح حاول جهدي لياكل. ماشي، عن إذنك. تفضل. الواضح تماماً أنه أنت كمان ما أكلتي يا سلطانة. تعالي، أنا رح أدعي مشان سلامة راضية، ما تخلي حدا يفوت لعندي، وكمان طلبت منك أنك تشيلي الأكل. ما بدي أكل. بس ما أكلتي ولا لقمة اليوم يا جلالة السلطانة. لما ما بدي أكل معناتها مو جوعانة، لا تناقشيني، شيليون. خير يا سمو الأمير، كمان أنت ما عم تاكل؟ شو اللي عم بيصير بهالقصر؟ شو كل العيلة محابة تاكل شي؟ ممكن تفهمني سموك إنه ليش كلكن اليوم قاطعين الأكل؟ لأنه كلياتنا بالنا عند راضية، هي هلأ لحالة بالغابة، وكمان يمكن تكون جوعانة، لهيك ما رح ناكل شي لنطمن عليها. صدقني أنتم حاملين الموضوع زيادة، إذا أنتوا ما أكلتوا أي شيء ما رح تغيروا حالة الأميرة راضية، ولهيك لا تتعبوا حالكن على الفاضي. بدي أسألك سؤال، اللي أنت جوعان شيء؟ أنا بعرف الحقيقة من عيونك يا سمو الأمير، واضح الحال اللي أنت فيها، وبأكد لك أنه كلكن جوعانين. أنا بعرف قوتكم بساحات المعارك، بس اليوم رح تاخدوا مواقعكم بالمطبخ. يلا تعالوا معي. شبكن ليش عم تطلعوا ببعض هيك؟ تعالوا معي يلا، امشوا يلا. لولي انتو فهمتوا شي؟ أكيد لا، بصراحة أنا كمان ما فهمت عليه، بس شو فيني أعمل؟ برأيي هاد قائدكم شكله شخص غريب شوي، لهيك اعملوا كل شي بيقلكن عليه، وإلا وقت رح يعاقبكم كلياتكم. رح يعاقبنا؟ يلا بسرعة. يلا. بصراحة أنا حاسس إنه الحيوانات أكيد هلأ أكلت راضية وخلصت عليها، ما هيك؟ أكيد طبعاً، لأنه الحيوانات اللي هون ما عندها علاقة منيحة مع راضية. اسمعوا شباب، الشمس رح تغيب، ولهلأ ما قدرنا نلاقي أي أثر لياقوت، وإذا ما طلعنا من الغابة عن قريب أكيد رح نصير فريسة للحيوانات. أخي إقبال، لشو هالحكي هلأ؟ أنت كل ما بتجيب سيرة الموت ما بتتخيل كيف بتصير حالتي وقتها. ثواني بس، وقفوا وقفوا، طلعوا لهنيك هالاتجاه. Thank you.
يا ولد، الواضح انه انت بيتك كتير قريب من هون، مو هيك؟ شو رأيك تساعدنا؟ نحن سمعنا انه المنطقة هي تابعة لياقوت، وبصراحة اجينا من مكان كتير بعيد، شو رأيك تساعدنا وتقلنا وين مكان ياقوت؟ ها؟ وإذا أعطيناك مكافأة مقابل هالشي؟ لا 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 لا، ما رح تاخد شي من هدول لحتى تقلنا وين موجود ياقوت. طيب مثل ما بدك، قلنا هلأ وين موجود.
لا تخافي على مهلك، أنا شربتك دواء وهذا تأثيره يا بنتي، والسم اللي موجود بمعدتك رح يطلع شوي شوي، كل ما استفرغتي أكتر رح تتحسني، لهيك ريحي حالك. ألتونيا، طلعت كل الحراس وكل الخدم مثل ما أنت بدك، وهلأ صار فيك تشتغل بكل رياحتك. بتشكرك من قلبي يا سمو الأمير، وهلأ أتفضل وزع المهام على حضرة الوزراء. بالأول أنت بتقطع الخضرة. ما بعرف قطع خضرة يا جلالة السلطان. ألتونيا، علموا كيف بيقطعوا الخضرة. مثل ما بتأمر سمو الأمير. شوف كيف. وهلأ اتعلمت كيف تقطع؟ وانت عمي كاجان رح تطبخ العدس والرز بالكاري. تأمر سلطان. وهلأ الكل عرف شو لازم يعمل. بس انا ما فهمت ليش بدك نطبخ الاكل؟ بعتقد الطباخين موجودين وهي شغلتهم. برأيي انه الطباخين عم يطبخوا نفس الاكل كل يوم والتاني، وطعم الاكل نفسه ما عم يتغير، ونفس انواع الحلو دائما. اليوم خلونا نعمل شي بسيط ونعمل تغيير صغير. فقالوا لي شو رأيكم؟ مثل ما رح نعمل، مثل ما جاهزين. يلا خلونا نبلش. أنا خلص أخذت قراري. هي ريحة زعفران وباين انت طيبة كتير، من وين جاي يا ترى؟ يا ستي شو هالريحة الطيبة هي يا بنتي؟ الواضح انهم عم يجهزوا أكل طيب كتير. اي معك حق ستي، هاي الريحة بتشهي على الأكل. لك تركان، من وين جاية ريحة هالأكل الطيب يا ترى؟ هالطباخين بالقصر عن جد ما بيستحوا، شوفوا بعينكم ما في شي عليه القيمة، وبكونوا قاعدين عم يطبخوا هلأ أطيب أكل للعيلة الحاكمة. تفضل يا سمو الأمير دوق هاي وقلي رأيك. طيبة كتير ألتونيا، طعمتها عن جد بتجنن. بنتي ليلي، مين انت؟ وين موجودة انا هلا؟ وشو اللي جابني؟ كل هالأسئلة هي بنفس الوقت؟ اسمعيني بنتي، انا جبت لك اكل هلا حبيبتي، اول شي لازم تاكلي وبعدها اسألي اللي بدك اياه وانا بجاوبك. ما بدي أكل شيء. يا
يا بنتي السم انتشر بكل جسمك، وبصراحة كتير استفرقتي ومعدتك فاضية. يلا كلي لك شوي، لازم تاكلي حتى تتحسني. مو جاي على بالي، انتي بس فهميني وين انا هلا ومين بتكوني انتي وكيف جيت لهون. يا ربي اكيد اهلي هلا بيكونوا قلقانين علي وبيكونوا لا عم ياكلوا ولا عم يشربوا. انت اجيت؟ كيف عرفت مكاني؟ معك رسالة؟ اهدى. اكيد بتكوني انبسطتي اول ما شفتي رسالتي. ايه ايه ري هي الرسالة شوي شوي وباهتمام لو سمحتي، وانا بعتلك حبي بكلمات مكتوبة، بس احساسي بحبك اكبر بكتير. بصراحة بعدك عني خلاني مثل الضايع، ومشتاق للحظة اللي رح نرجع نلتقي فيها أنا وإنتي وشوف عيونك الحلوين يا أميرتي. لا تتأخري علي لأنه في أشياء كتير لازم ننهيها أنا وإنتي. وهلأ بحب طمنك عن الوضع هون، كل شي ممتاز وتحت السيطرة، وكل ياتنا ناطرين اللحظة اللي رح ترجعي فيها. القصر كئيب لأنه إنتي مالك موجودة، بس لما ترجعي صدقيني الحياة كلها رح تتغير، لأنه وجودك معنا بحسسنا بالفرح والحياة. كلياتنا واثقين فيكي. أكيد هي الريحة مو جاية من المطبخ، هي جاية من قاعة الأكل. أوه شو كأنه كلياتكم سبقتوني لهون سلطانة؟ شو نعمل سلطان؟ ريحة الأكل طيبة كتير لهيك إجينا لهون بسرعة. ما تخيلت شوف هيك طاولة، مين هو يا ترى اللي بيقدر يطبخ بهالشكل؟ مين بيقدر يعمل هيك أكل طيب؟ ما تحكم على أي شيء قبل ما تدوق الطعمة، وطالما الريحة بتجنن فأكيد رح تكون طعمة الأكل طيبة، وبتمنى تنال إعجابكم يا جلالة السلطان. يعني هالأكل هاد من تحضيرك أنت؟ ايه يا سلطان والله ما عم صدق. من وجهة نظري يا جلالة السلطان ما لازم تبقوا بلا أكل، لأنه هالشي ما بصير مشان صحتكن، وانتو من وقت ما راحت سمو الأميرة راضية بطلتوا تاكلوا شي أبدا. نحن لازم نكون نقطة قوتها مو نقطة ضعفها. على كلٍ بما أنه أنت حبيت ريحة الأكل جلالتك فتفضل على الأكل لو سمحت. تفضل. طيب كتير عن جد ألتونيا، أول مرة بحياتي بدوق هيك أكل. أنا بعرف أنه عندك خبرة كبيرة كتير بالمبارزة، بس ما توقعت خبير بالطبخ. يعطيك ألف عافية. ألتونيا تعال عندي وقعد جنبي، أنا قررت أني طعميك بإيدي، تعال. بأمرك. تعال ألتونيا عد هون. اعذريني يا جلالة السلطانة،
إذا أنت كنت حابة تطعميني بإيدك فأنا حابب أكل من هذا الحلو. تكرم ألتونيا، تفضل. عفواً، فيني أكل كمان؟ كتير طيبين وأنا بصراحة كتير جوعانة. تكرم عيونك. انتبه منيح ألتونيا وإلا رح توقع بمشاكل مالك قدها. اسمعي مني هالنصيحة الصغيرة، لا تحاولي تتطاولي على حدا ولا تتدخلي بشي ما بيعنيكي، بيكون أحسن لإلك. واقف واسمعني كتير منيح ألتونيا، برأيي هلأ حاول تستمتع باللحظات الحلوة اللي عم تعيشها، لأنه ما بتعرف يمكن ما ترجع الأميرة راضية أبداً. أنا قلقان كتير من هذا الموضوع، بس إذا صار والأميرة راضية ما رجعت لهون فأنا بوعدك يا جلالة السلطانة إنه أولادكم كمان ما يرجعوا لهون بخير أبداً. لهيك أنا برأيي تحاولوا تستمتعوا باللحظات اللي عم تعيشوها بحياتكم. ما بتعرفوا الحياة شو مخبية مفاجآت، توقعوا الأسوأ وجهزوا حالكم لأي طارئ ممكن يصير. إذا بيصير أي شيء للأميرة راضية أولادكم ما رح يكونوا بخير. انتبهتوا ألتونيا كيف حكى معنا؟ ما توقعت أبداً إنه يجي يوم ويتجرأ يهددنا بقتل أولادنا بكل بساطة. اسمعونا بترجاكن، مشان الله خلونا نروح، أنا ما بدي صير سلطان دلهي وما عاد بدي ألبس التاج، صدقوني ما عندي القدرة أبداً إني أحكم السلطنة. أنا ما بعرف شو اللي ورطني وجابني لهون معهم، أنا رسام وما دخلني بشي. روحوا لعند قائدكن وقولوا له إنه ما عندي أي مشكلة معه إذا كان هو متمرد، حتى إني ممكن ساعده كمان. اسمعوا أمي، أمي معه من صار كتير صدوني، وأنا فيني أعطيكن كل شي بدكن، بدكن يا صدوني، ثروة كبيرة بترجاكن، بس خلوني روح هلا. سكر تمك أحسن ما قلتك فورا. أنت بدك تساعد ياقوت؟ قال بده يساعد ياقوت؟ أول شي يا ريت تقدر تساعد حالك. وإذا أمك عندها ثروة كبيرة اللي معناها قدي رح تدفع مقابل حياتك؟ قول يا غبي، كيف بتقلون هالحكي؟ إذا ما بدك تنهان أكتر من هيك فالأفضل إنك تسكر تمك. أخي أخي، قل لي أخي، ليش هدول مشغلين هالنار؟ أخي كرمال الله عم أقول أي شيء وانقذ حياتي، أنا مو حابب إني موت، بدي أعيش. كرمال الله أنا خايف كتير أخي، عم أقول أي شيء وانقذ حياتنا. ليش كلياتكم ساكتين وما حدا عم يرد علينا؟ على الأقل جاوبوا على أسئلتنا، ليش عم تشغلوا هاي النار؟ شو هو السبب؟ لحتى نحرقكم وأنتوا عايشين. لا رح ننشوي. إذا حدا بفوت على منطقة ياقوت بدون إذنه فنحن من واجبنا أن نربيه. وهلأ بما أنكم ناويين تقتلونا أو إذا حبيتوا تحرقونا أو تقطعونا لقطع صغيرة نحن ما بيهمنا أبداً، بس روح قولوا لقائدكم ياقوت واللي عامل حاله رجال يجي لهون ويقاتلنا قدام الكل، بس شكله هو كتير بيخاف لهيك ما طلع قدامنا. واضحة، خلوه يواجهنا يلا، وإذا عنده القدرة أنه يغلبنا لا يتخبى مثل النسوان، ولا هو مو شاطر غريب عدكن إلكن، روحوا قولوا له يجي قاتلنا هلأ. آه. آه. آه.
سؤال محيرني. وقت غبت عن الوعي بالغابة أنا متذكرة في شب ساعدني، كانت بنيته قوية وطويل. بعتقد هو اللي جابني لعندك وهو اللي أنقذ حياتي. مين هذا الشخص؟ قلي لي شو اسمه؟ ما في شخص غيره بيقدر يعمل هذا الشيء. عطول هو رحيم وكريم وما بيتخلى عن مساعدة أي حدا كان. ياقوت. هاي أنا أجيت، ورجوني شو رح تعملوا. بحب أكد لكم إنكم أجيتوا على موتكم. انتي بنت نعمة كتير حبيبتي، بس بنفس الوقت انتي حدا كتير قوي. قليلي، ليش كل هالقد مستعجلة لتروحي من عندي؟ برأيي انتي لازم ترتاحي لسه. بعرف اني عم بتحسن بسبب الدواء اللي عطيتيني اياه، بس انا لازم امشي بسرعة، ما بقدر انطر. انتي ساعدتيني كتير وما قصرتي معي، بس يا ريت تكملي معروفك. بدي تقليلي شو هو السبب يلي خلى ياقوت ينقذني مع اني واحدة من اعدائه. كان فيه يقتلني بكل بساطة وينتقم من السلطان التوميش ويصفي كل الحساب اللي بيناتهم. برأيك هو ليش انقذني؟ اسمعي يا بنتي، بهالدنيا في انواع كتيرة من الناس، في عندهم قناعة كبيرة بقضيتهم وممكن يخسروا حياتهم مقابل ما يعملوا شي يخسروا فيه مبادئهم. ياقوت شجاع كتير وعادل كمان يا بنتي، وهو ما بيهاجم الضعفاء والناس يلي ما بتقدر تدافع عن حالها. ومشان موضوع تصفية الحسابات يا بنتي، فأخواتك صاروا بالحبس، هنن عند ياقوت. كيف؟ عم تحكي عن جد إنه أخواتي هلأ بالحبس؟ طيب ممكن تقليلي وين هنن؟ أنا لازم أنقذهم. لا تكوني مجنونة، انسيهم خلاص. روحي على بيتك كأنه ما صار شي. صدقيني إذا حاولت تحرر إخواتك فمعناها أنت عم تعملي ياقوت عدو إلك، وصدقيني إذا صار ياقوت عدوك هالشي رح يكلفك كتير يا بنتي. وأنا شو رح تفرق معي إذا كنت صديقته أو عدوته؟ ياقوت هلأ حابس إخواتي ومستحيل اسكت على هالشي. أنا وعدته لأبي إنه لما رح أرجع رح كون وقتها حابسة ياقوت ومرجعته معي لو شو ما كان التمن. لا تنسي إنه ياقوت أنقذ حياتك، ومن جهة تانية أنا خايفة إنك ما تقدري توقفي بوش ياقوت.